كلام جون كيري ده كان في الجلسة بتاعت الصبح عن التغيرات المناخية، لكن بعد الظهر بدأت بقى جلسة تانية وكان فيها نموذج من نماذج المحاكاة اللي كانت في الدورات اللي فاتت من منتدى شباب العالم. المحاكاة النهاردة بقى كانت لمجلس حقوق الإنسان الدولي، شارك فيها 115 شاب من مختلف الجنسيات، منهم ممثلين ل 47 دولة، أعضاء في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة. كمان كان في ممثلين ل 8 دول من الدول المراقبة بالمجلس و15 من المشاركين في المنظمات غير الحكومية. الجلسة بكل المشاركة دي كانت فيها اتهامات صريحة لمصر في مجال حقوق الإنسان. بالمناسبة الرئيس شكر اللي قال الاتهامات دي، لكن قبل ما نشوف تعقيب الرئيس على اللي اتقال خلينا الأول نشوف جزء من نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي في هذا المنتدى. لم نرى قبل ذلك هذه الخسائر تسببها جائحة مثل منذ الحرب العالمية الثانية. الكثير من الأسر فصلت بعضها عن بعض، الكثيرون دخلوا في نطاق البطالة، أكثر من 5 ملايين من الأشخاص لقوا حتفهم بسبب هذه الجائحة. إن دولتنا كوبا التي أكدت كثيرا على ضرورة المساواة في الحصول على اللقاح وفي الوصول إلى الأدوية، نحن نعرف أن كوبا تعتبر أحد أكثر الدول التي قامت بتلقيح وتطعيم معظم أفراد شعبها، وقمنا بإنتاج لقاح خاص بنا على المستوى المحلي وقد اتضحت نتائجه الممتازة. بالنسبة إلينا الاقتصاد، تم الإضرار بالاقتصاد بسبب هذه الجائحة، لأن اقتصادنا يقوم أيضا على السياحة، والسياحة قد توقفت تماما على المستوى العالمي. كما أن كوبا قامت بتصدير اللقاح المصنع محليا إلى دول أخرى، خاصة الدول التي في حاجة للحصول على هذه اللقاح. لذلك نحن نعلن هنا أننا لا يمكن أن نحافظ على حقوق الإنسان إن كان هذا الأمر بالنسبة إلينا أمرا مهما، ولا نرى أي نوع من أنواع المساواة في توزيع اللقاحات على الدول المختلفة.